كثير من الناس مبتلى بذنوب ومعاصي ويعرف أنها مهلكة له وأن عواقبها عليه في الدنيا والآخرة خطيرة جدا، لكنه مغلوب، غلبته نفسه مع معرفته بخطرها وعواقبها. فمثل هؤلاء يحتاج إلى التذكير بما يعينه على الخلاص من الذنوب، بما يعينه على الخلاص من الذنوب. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عقد فصلا عظيم النفع كبير الفائدة في ما يعين العبد على الخلاص من الذنوب، الأسباب التي تعين العبد على الخلاص من الذنوب وحبس النفس عن فعلها واقترافها. فعقد رحمه الله فصلا ذكر فيه 10 أسباب للخلاص من للإعانة على الخلاص من الذنوب، صدره بقوله: قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. قاعدة الصبر على المعصية ينشأ من أسباب عديدة. وذكر 10 أسباب عظيمة أقرأها بشيء من التلخيص، وأحث الجميع على المساهمة في نشرها نشرا واسعا، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا وبركة وإعانة لي من هو مبتلى للخلاص من الذنوب، ليسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من مغبتها وينجو من سوء عاقبتها، مع دعائنا الله جل وعلا في مجلسنا هذا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم أجمعين إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. السبب الثاني الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة. السبب الرابع خوف الله وخشيته عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه ورسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. السبب الخامس محبة الله، وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعاصي وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. السبب الثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، ف
فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه خلاصة لهذه الأسباب العظيمة المعينة على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. أعاننا الله أجمعين على كل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.